عرفتش قيمة ضياء إلا بعد ما استشهد. أنا ما عرفتش يعني إيه حماية مدنية وشغلهم الصعب إلا بعد ما استشهد. أنا كان بالنسبة لي يعني أنا عارفة إن فك قنبلة دي يعني حاجة 99.9% ممكن تنفجر. يعني هو كمان عارف كده وداخل كده. يعني هو حتى لما دخل قال أنا هستشهد النهاردة وقرأ الفاتحة وتوضى ودخل كده على القنبلة وهو عارف إن 99% احتمال إنها تنفجر. وما خافش ومسكها حتى بايده. فانا ما عرفتش قيمه الناس دي اللي هم في الحمايه المدنيه وقد ايه شغلتهم صعبه جدا الا بصراحه لما استشهد ضياء. كل حاجه عرفتها بعد كده.